هنا هرجع لدكتور جمال. طب يا دكتور افترضنا ان انا يوسف انا طالب في الثانويه العامه وانا عايز ادرس كيفيه اداره مراجيح مولد النبي. حلو، بتجيب فلوس مزاجي كده، بجيب فلوس كويس، ابقى راجل صاحب زقازيق كده وكسيب. انا هقدر ازاي اتعامل مع اهلي الكلاسيكيين اللي شايفين انه لا لازم تخش كلية كذا أو كذا أو كذا علشان المجتمع يحترمك؟ نقول لأهالينا إيه وقرايبنا إيه؟ هتروح في يوم من الأيام يا ابني تتجوز ولا تخطب تقول لهم إيه؟ حقيقة لا، ده كلام كارثة، كلام واقعي. بس أقول لسيادتك أنا، بس قبل ما دي قبل ما تطلع النتيجة عايزين نقول للأهل خدوا بالكم، إحنا في قصة كل سنة الشباب اللي بيؤذوا نفسهم بعد النتيجة. في ناس تأذي نفسها بعد لم يحقق المرجو أو الهدف المنشود. احنا معانا ولاد عصابيين، ولاد أو بنات، كل أب وأم عارف إن ابنه عصابي أو بنته عصابية، قلوقة، بتتوتر بسرعة. ما تضغطش عليها اليومين دول، اكتنفهم شوية، أقرب منهم. النتيجة دي أولا أنت عملت اللي عليك، والنتيجة دي بتاعت ربنا في الآخر. الأهم من كده نخطط مع بعض بلان ايه، بلان بي، بلان سي، احنا هنعمل ايه بعد النتيجه. ما خدناش دي يبقى في عندنا البديل الثاني، البديل الثالث، في اللي بيروح يقدم كليه عسكريه، اللي بيروح يقدم كليه الشرطه، في اللي هيقدم في كليه التربيه الرياضيه، في اللي هيقدم اللي هي الحاجات اللي فيها اختبارات ومش اجباري ان انا هدخلها، يعني انا بقدم وطبقا لامكانياتي بدخل او لا. هنا لازم الطالب والاب والام، احنا قاعدين مع بعض لنا سنين عارفين دماغ ابننا زي ما الدكتوره بتقول، الولد ده بيحب كذا، اساعده انه يوصل لدي. طيب ما هالكليه دي لو ما نفعتش في البديل بتاعها بكذا، وهيشتغل قرب المجال ده او في نفس المجال بس في تخصص اخر، بس في نفس المجال العام، في كليه سي او المعهد سي هيشتغل في نفس المجال. لكن ما اضغطش على ابني، والنبي كل اب وام ياخدوا بالهم من الكلمتين دول، ابن خالتك احسن منك، دي البنت بنت الجيران جابت اعلى منها، اصل انت يا خايب يا كذا يا اللي عملت لي كذا، الفلوس اللي دفعناها في الدروس ضيعتها علينا، الفلوس اللي كنا بندفعها في المدرسه ضيع. يا اخوانا مش كده، خدوهم في حضنكم. وكلمه اللي ذاكر ذاكر دي كلمه تعقد طوب الارض.